مشروع النول نفسي أعمله، لأنه هي صناعة بتتأكل، وأنا عايزة أحافظ على فولكلور ممكن أحافظ عليه، يعني من الصناعات اللي هي مطلوبة في صناعة النول. بتنقسم إلى نول نسيجي ونول كليمي، فأنا عايزة النول الكليمي اللي هو مش هجيب خامات من بره ولا أسافر ولا أجي، الخامات البيئية اللي هي قماشات قديمة عندي، يعني مش قديمة أوي مثلا، اللي هي مش بتتقطع ولا كده. كلنا عندنا هدوم كتيرة مكونينها، شوية بنديها لمؤاخذة للزبال لأي حاجة. فأنا فأعاد تدويرها تاني، أعملها كليم، أستفاد وأفيد البيئة اللي حواليا. وهو مصنوع مشروع مش محتاج راس مال كتير، وبدايته يعني بدائيا كده 10,000 جنيه. ممكن يعني أجيب المكنة اللي هو زمان كان إنه الخشب وما أعرفش وتحت قاعدة وكده، لا دلوقتي مكنة التكنولوجيا طبعا الجديدة، كلمنا عليها الدكتور فرج خداري، وبإذن الله بمساعدة التمويل هنبدأ فيه إن شاء الله بإذن الله. أستاذة رأية، من وجهة نظرك شايفة إن المرأة لها دور واضح في المساهمة في المشروعات الصغيرة؟ طبعا طبعا، هي الأساس. مثلا أنا ابني عايز مشروع، أنا اللي هشجعه. بنتي أنا اللي هشجعها. حضرتي أنا هنا حضرت الندوة، جارتي ما حضرتش، أنا هنقول لها اللي كتبته واللي فهمته كله، هنقول لها كل الأفكار اللي اتقالت في الندوة هنقولها لجارتي لبنتي لإخواتي. فإيه، المرأة لها دور فعال طبعا.